انضمام حسين الشحات رسميا للنادي الاهلي. نشر حسين الشحات صوره على انستغرام لابرز لحظاته مع فريقه السابق العين الاماراتي وكتب: شكرا جمهور الزعيم، شكرا الاداره المحترمه، شكرا للجهاز الفني، شكرا اخواتي اللعيبه، وانا هفتقد كل واحد فيكم، وشكرا على السنه الجميله قوي، كنت مبسوط جدا معاكم وربنا معاكم ومزيد من البطولات. كمان محمود وحيد لاعب النادي الاهلي نشر صوره مع الشحات على تويتر وهم في فريق مصر المقاصه وكتب: الف مبروك لصاحبي واخويا، هتنورنا ودايما يا رب مع بعض، بس المره دي في اكبر نادي في افريقيا. كتب النجم محمد ابو تريكه كمان على تويتر: حسين الشحات جمهور الاهلي لا ينسى، اصبحت رمز قبل ان تلعب في عصر اصبحت الماده هي الطاغيه، ومن يختار النادي الاهلي دائما يفوز، ليس بالبطولات فقط ولكن باهم حاجه لدينا قلوب جماهيرنا، وهي ورب الكعبه اغلى من كل الاموال. كمان كتب صخرة دفاع النادي الاهلي السابق وائل جمعه على تويتر: صباح الخير محمود او محمد محمود، حسين الشحات، محمود وحيد، ياسر ابراهيم، مبروك عليكم الاهلي ولن تندموا على اختياركم، لاعبين يبدو عليهم الاختيار من القلب، استعدوا لما هو قادم، تيشرت النادي الاهلي مسؤوليه وليس رفاهيه، بالتوفيق ليكم مع الاهلي ان شاء الله وتكونوا على قد الطموحات. نشر كمان شريف عبد الفضيل لاعب النادي الاهلي السابق على تويتر صورة للشحات وكتب: حسين الشحات اللي بيشتري النادي الأهلي وجمهوره، عمره ما بيندم وبيكسب حاجات كتير أهم من الفلوس، أهلا بيك في نادي القرن. كمان الفنان الكبير نبيل الحلفاوي وجه رسالة للشحات وكتب على تويتر: سعدت بتحقيق حلمك وسعدنا لك وبك، مش هقولك غير حاجة واحدة، لما تنور المستطيل الأخضر مع فريقك بإذن الله انسى كل ما سبق من مبالغ دفعت لانضمامك، وانسى كل التوقعات المبالغ فيها من المحبين، العب لعبك وهذا يكفينا، روح الفنانة الحمراء لن تخذل عاشقا مثلك. كمان الفنان أحمد السعداني فأعاد نشر تويتة لأبو تريكة على حسابه على تويتر وكتب: الشحات من ريحة الحبايب. عالميا بقى نشر محمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركي صور على تويتر مع والدته من حفل زفافه وكتب: الجنة تحت أقدامها، أنا لو هعيش خدامها ربنا ما يحرمني منك.